بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، بعض الناس بيقولوا إن الشاي ضار جدا وإن ما تكترش من الشاي. سبحان الله يا جماعة، ده الشاي ده فوائده لا تعد ولا تحصى، وله أنواع كتير جدا. الشاي الأخضر اللي هو يعتبر صيدلية متكاملة، والشاي الأبيض اللي هو مضاد للشيخوخة ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وشاي البابونج اللي بيعمل على تهدئة الأعصاب، والشاي الأحمر اللي هو بيمنع ظهور مرض السكري، والشاي الأسود بيحسن المزاج ويعزز ويقوي القلب، والشاي بالنعناع بيحسن عملية الهضم ويقلل من ألم المعدة. يعني الشاي مفيد جدا. بيحتوي الشاي على فلورايد، وده مفيد جدا في الأسنان. شرب 3 أو 4 كوبايات شاي يوميا يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية. الشاي يحمي أمراض القلب وبعض السرطانات. الأشخاص الذين يشربون الشاي الأسود اللي هو الشاي العادي اللي احنا بنشربه 4 مرات يوميا لمدة 6 أسابيع، يعني لديهم معدلات أقل من هرمون التوتر والانفعالات والحاجات دي. الرجال الذين يشربون أكثر من 10 أكواب من الشاي الأخضر يوميا أقل عرضة لأمراض الكبد. الشاي يرطب، على عكس ما هو مفهوم إن في كافيين وكده، لا ده بيرطب الجلد ويمنع الجفاف. لكن أكتر حاجة بقى يا جماعة مفيدة جدا هي الشاي الأخضر. الشاي الأخضر يعتبر صيدلية متكاملة، له فوائد لا تعد ولا تحصى، خاصة على الريق. لما اشرب كوباية شاي أخضر على الريق يقلل مستويات الكوليسترول في الدم لأنه مضاد للأكسدة، عكس الشاي الأحمر. المساعدة على عدم نمو الخلايا السرطانية عن طريق مكافحة الأوعية الدموية الناقلة للأغذية ومنعها من تغذية هذه الخلايا. تنظيم ضغط الدم، مفيد جدا لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم. ينظم عمل البنكرياس ويعالج داء السكري اذا يعني تولناه يعني بانتظام. ويفضل ان احنا نتناوله بدون سكر على معدة فارغة، الناس اللي عندهم سكر. تخلص من رائحة الفم الكريه لانه بيقتل الميكروبات الضارة الموجودة في الجسم. ينظم حركة الامعاء ويلينها فيقضي على الامساك. التخسيس، دايما الشاي الاخضر مرتبط بالتخسيس، من افضل الخيارات الطبيعيه لحرق الدهون وفقدان الوزن. يقي من الجلطات ويقي من تسوس الاسنان. يقوي المناعه، يقلل من ظهور علامات تقدم في السن او الشيخوخه، لان يحافظ على الصحه العامه. يساعد من في التقليل من تدهور الحالات المرضيه زي الشلل، الرعاش، الزهايمر. يقي من التسمم الغذائي. في دراسة حديثة يا جماعة أثبتت أن شرب 2 أو 3 كوبايات من الشاي عامة لا يؤدي لزيادة التركيز وقوة الدماغ فقط، بل يقلل أيضا من إصابة الخطر بالخرف والزهايمر، الناس اللي بتخرف أو يجي لها زهايمر. وأظهرت الدراسة أن فنجان الشاي يزيد من تدفق الدم للدماغ ويفيد في النشاط العصبي، وأن استنشاق رائحة بعض أنواع الشاي يكفي لتقليل التوتر. وجاءت فوائد المشروب في دراسة نشرت في مجلة متخصصة في التغذية البشرية في تعليق للدكتور جينكينز، أن الفوائد الصحية للشاي الأسود والأخضر موثقة جيدا. وأظهرت الدراسات أن شرب 2 إلى 3 كوبايات يوميا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، سواء الشريان التاجي، السكر، السكتة الدماغية، بعض السرطان. يحتوي الشاي على 4000 مركب حيوي، 4000 مركب حيوي، ويوفر 80% من مضادات الأكسدة الصحية المستهلكة في المملكة المتحدة. وأعلنت جامعة كاليفورنيا أنها اكتشفت أن الكاتيكين، وهي عائلة مضادة للأكسدة، موجودة في الشاي، تقلل من ضغط الدم وتفيد في علاج أمراض كثيرة. سبحان الله، الشاي عموماً مفيد لعلاج أمراض كثيرة، لا سيما الشاي الأخضر فهو صيدلية متكاملة.
ندعو الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.